الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم حضرت اجتماع اللجنة المالية بحضور مدير التأمينات وأعضاء التأمينات وبحضور الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة المالية مشكورين اللي تحملوا يعني دخول موضوع القانون الجديد على جدول أعمال اللجنة، مع أن عندهم لديهم اجتماعات أخرى، ومع ذلك أدخلوا هذا الاجتماع وجعلوه هو البند الأول على اجتماعاتهم. وأنا أشكر في الحقيقة رئيس وأعضاء اللجنة المالية على تحملهم، على تعاونهم، وعلى مناقشتهم الإيجابية في هذا الاجتماع. طبعاً بحمد الله توصلنا إلى تقارب كبير في الرأي حول هذا القانون وموافقة مبدئية من التأمينات، بانتظار رفع التقرير النهائي اليوم الأحد بحضور وزير المالية. هناك كلمات بسيطة، بدل ما يكون رد الفوائد اقترحوا إسقاط الفوائد وليس رد الفوائد، وهذا ما عندنا مشكلة فيه. تبين أن هذه الفوائد ليست كبيرة بالنسبة لي السوابق اللي حدثت في التأمينات وقت أسقطت التأمينات، وهذا يعني كلام الأخوة حتى الموثق أن أسقطت في التأمينات ما يقارب 450 مليون في 2005، والمبلغ الموجود يعني يتعدى 200 مليون بقليل، فهو يمكن النصف أو أقل من نصف فيما كان من السوابق الأولى. لذلك ما عندهم مشكلة في موضوع الاستبدال الموجود في مضاعفة الرواتب. موضوع الاستبدال القديم ينتهي بحكم هذا القانون، لكن يبقى أن الميزة في هذا الاستبدال أنه ما راح يكون عليه فوائد. المبلغ مبلغ الفوائد هذا تحمل خزينة العامة للدولة كما تحملت في السابقة الأولى أو في السوابق الأولى، سواء أيام الغزو أو ما حدث في 2005 من إسقاط الفوائد اللي هي ذكرتها 450. لذلك نحن بانتظار إعداد التقرير النهائي للجنة والاجتماع النهائي يوم الأحد. إن شاء الله نتمنى أن يكون اجتماعا إيجابيا، ننتهي من هذا القانون برفعه إلى المجلس للتصويت عليه. شكراً.